هاي 20,000 دولار الفريدة. لا هذا مو من حقك بابا، الرجال طاها كل هاي الفلوس لأن هذا تعبها. أنت سامع قبل مصمم ياخذ هيك مبلغ؟ جاوبني، أنا دا أعطيها 20,000 دولار، هي راتب شاكر كلش كافي عليها، بس أنا لأنه اشتغلت للشركة دا أعطيها هاي الفلوس. شنو؟ كل هاي الفلوس وتريد تعطيها أقل من 10%؟ انطلب نية حقها. اشتمت ريحة الفلوس اجتك تركض. بعد اجتماعنا ما خلص. لا خلص بابا، تقدر تحكي وياها. يقولون هاي الفلوس إلك، لا صايرة ولا دايرة بتاريخ العراق مصمم ياخذ هاي الفلوس، بس يبدو أنت محظوظة. ما أريد هاي الفلوس. شنو دا تصيرين برمكية براسنا لو تردين أكثر؟ لا أستاذ عدنان، ما دا صير براسك برمكية، بس أنا ما أريد فلوسك. تدري راح أقولك شيء كلش مهم، هاي الفلوس اعتبرها مقابل تربيتك إلي، وأعتقد إحنا صفينا حساباتنا بعد ما تطلبون شيء. ها عدنان، هاي التربية اللي كنت تعيب عليها.